الثقة، هل يجب علينا أن نمنح ثقتنا أملا؟ أن نعطيها أملا؟ ولهناك أناس يستحقون هذه الثقة أملا؟ فالثقة كلمة عظيمة ونتائجها أعظم وأخطر، ولكن أولا وآخرا وقبل كل شيء علينا أن نثق بالله سبحانه عز وجل. فالله معنا، يرانا، يحفظنا في الظاهر وفي الباطن، هو بجوارنا في السراء وفي الضراء. هذا الإيمان بالله هو الثقة بالله، الثقة بالله لأنه يفرج عنا الشدائد والكرب. وعلينا نتوكل على الله في كل شيء في أمورنا، فحسبنا الله ونعم الوكيل. علينا ثق بالله ثقة عمياء، ثقة مطلقة، فهذه الثقة بحد ذاتها فرج. أما الثقة بالناس بالآخرين فهي غير مضمونة. فكم من مأساة وصدمات من جراء هذه الثقة، وكم من مصائب وكوارث حصلت من جراء هذه الثقة، كم من بيوت هدمت وخربت من جراء هذه الثقة. فعلينا أن نضع ثقتنا الزائدة، الثقة العمياء، في الآخرين. فكم من امرأة صدمت من زوجها، خانها وغدرها، أعطت الثقة والحب والأمان فلم تجد إلا الانهيار، إلا الألم، فأصبحت كائن كأنه لم يوجد من قبل. فالثقة الزائدة والعمياء مضرة، علينا أن نحذر وأن نحترس من هذه الثقة الزائدة العمياء. فعلينا أن نكون معتدلين في ثقتنا، وألا نمنحها 100%. علينا أن نعطي الثقة بأعين مفتوحة، وأن نتوقع كل شيء لكي لا نصدم ولكي لا نخدع. الثقة في الحب جميلة، ولكن إذا وجدنا الإنسان الذي يستحقها، ولكن قليلا قليلا ما نجد الثقة في 100% في الحب. فالأمثلة عديدة للصدمات والكوارث، الثقة في الحب، الثقة العمياء. فنحن بشر، لسنا بملائكة تمشي على الأرض، فنحن معرضون للغدر والخيانة من جراء ثقتنا في الناس، من جراء ثقتنا الزائدة العمياء. علينا أن نعتدل في عطاء ثقتنا، علينا أن نكون حريصين ونختار أناس أهلا لهذه الثقة. أما الثقة في النفس فهي ثقة حميدة، ولكن إذا كانت هذه الثقة معتدلة ومتوازنة، فإذا زادت عن حدها فهي ثقة مضرة. الثقة بالنفس وقوة الشخصية حافز للتقدم
ولتحقيق الأهداف وللتطور والتقدم للأمام وللحصول على متمنياتنا في الحياة وتيسير أموري. ومع ذلك فأحيانا نفقد ثقتنا في أنفسنا حسب الظروف وحسب ضغوط الحياة. احترص على أن تحافظ على ثقتك بنفسك. الثقة بالنفس صفة حميدة، أما الثقة العمياء فهي صفة غير حميدة. فهناك من وثق في جاره ثقة عمياء فخانه، وثق في صديقه ثقة عمياء فخانه، وثق في زميله ثقة عمياء فخانه. فالثقة العمياء سيف نضع على عنقنا، فعلينا أن نختار الأشخاص الذين نمنحهم هذه الثقة العمياء، مع العلم بأن هذه الثقة العمياء يجب أن لا توجد. علينا أن نمنع هذه الثقة العمياء، علينا أن نتعلم الحذر، أن نتعلم ونتدرب على الصدمات وعلى الغدر وعلى الخيانة. فنحن نضع ثقتنا في ناس نحبهم ونعزهم، ولكن قد يكون المقابل عكس ذلك. علينا الحذر في جميع الأحوال، علينا الحذر والحذر لكي لا نتألم ولا نصطدم ولا نصدم بردود الفعل لهذه الثقة العمياء. وعلينا أن نحافظ على ثقتنا في أنفسنا، وأن نثق في أناس نعزهم ونحبهم، ولكن في نفس الوقت عليك أن تنتظر احتمالات لتغير هذه الثقة. فالتجارب تعلمنا في الحياة، وتعطينا سلاح لكي نحارب به الغدر والخيانة. فالشيء المضمون هو الثقة بالله، أما غير ذلك فلا شيء مضمون.